عايزين نعرف الفرق بين الصفة اللي بتيجي بالاي ان جي زي كلمة interesting والصفة اللي بتيجي بالاي دي اللي هي interesting. واحنا بناخد الافعال خدنا في حين اسمها التصريف الثالث اللي هو post participle صح؟ خدنا التصريف الرابع اللي هو بالاي ان جي بنسميه جيرم بنسميه انفينيتيف بلس اي ان جي دي بنسميها التصريف الثالث او الفعل المضاف ليها اي دي بالنسبه للافعال الايه المنتظمه. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ انترستنج معناها ايه وانترستد معناها ايه؟ عشان نفهم الفرق بينهم ونفهم معناهم كويس تعال نرجع للعربي كده نقعد معاه قاعده صغيره ونسال يشرح لنا الايه القاعده دي. ماشي دي القاعده دي موجوده في العربي؟ موجوده في العربي. عندنا في العربي حاجه اسمها اسم الفاعل في المشتقات، اسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل اسم الايه؟ المفعول. ماشي الفعل هو الاصل في اللغه العربيه اللي هو الفعل الماضي، يعتبر هو مصدر الكلمه، هو اساس الكلمه. زي مثلا كتب ده الفعل الماضي، لما تجيب اصل الكلمه بتجيبها الفعل الماضي الايه؟ الثلاثي. اجيب اسم الفاعل يعني ايه؟ يعني عايز كلمة كتب على وزن كلمة فاعل، يا كلمة كتب على وزن ايه؟ فاعل. مش كده؟ طيب عايزها على وزن فاعل. ايوه يبقى هزود ألف بعد الفاء. الفاء الكلمة اسم الكاتب بنسميها فاء الكلمة. نزود لها ألف ها؟ تبقى كاتب على وزن فاء عيب. نفس التشكيل بنفس الايه؟ الحروف. كاتب. طيب الاسم المفعول؟ عايز على وزن مفعول مكتوب هتبقى ايه؟ مكتوب مكتوب ها؟ طيب قرأ اسم الفاعل؟ قارئ. واسم المفعول؟ مقروء. مقروء يبقى ده الشخص اللي بيقرأ، الشخص اللي بيقوم بالفعل، وده الشيء او الشخص اللي هيقع عليه الفعل. ماشي ضرب ضارب مضروب. القاعدة دي خاصة بالفعل الثلاثي، ده فعل ايه؟ ثلاثي يعني اللي هو ثلاث حروف. طب لو فعل رباعي زي ايه؟ أقبل ده رباعي أربع حروف. عايزين نجيب اسم الفاعل، اسم الفاعل بتاعه بقى ما بيبقاش على وزن فاعل، بيبقى على وزن مفعول عيل على وزن ايه؟ مفعل. تبقى أقبل على وزن مقبل. كسرنا ده، ضمينا الحرف الأول، حطينا الميم في الأول وضمناها وكسرنا ما قبل الآخر. طيب واسم مفعول؟ مقبل. مقبل دي مفتوحة. الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول إن الباء هنا مكسورة والباء هنا إيه؟ مفتوحة. يبقى مقبل مقبل. ها لو قلنا مثلا اسمع ب مسمع 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 وهكذا. فهمنا القاعده دي؟ دي في العربي. في الانجليزي هي نفس القاعده اهي، ده هو اللي بنسميه بالعربي اسم الفاعل، وده اللي بنسميه اسم المفعول. بس طبعا بالانجليزي بيختلف عن العربي شويه، ان دي صفات، ان دي ايه؟ صفات، ما تنفعش تخش اسماء، يعني ما اسموش اسم، ما تحطش كلمه اسم معاه خالص، يبقى اسمه ده فاعل اللي بيقوم بالفعل، وده الايه؟ المفعول. يبقى لما اقول كلمه انترستنج بقى معناها ايه؟ شيء هو اللي بيبعث على التشويق، اللي بيؤثر في الناس ويخليها تتشوق. ماشي يبقى ده الفاعل شيق. اما انترستد ده اللي وجع عليه التشويق، اللي احنا بنقوله ايه؟ مشوق او مهتم، مهتم بحاجه. هتبان اكتر لما اخد مثال تاني زي تايرنج. تايرنج تايرنج يعني ايه؟ يعني مرهق. فاعل هتبقى معناها ايه؟ مرهق. هيق. ها وطير مرهق. مرهق.
بول هاو اهو لو خدت ها كيلينج وكيل ده كيل يعني كيل يعني الاصفر كيل يبصر يا كيل يعني ايه يقتل ها يبقى كيلين مقتل قاتل بس انت بس ده سلاسل قتل ها وكيل يقتل مقتول بوصف حيوان مكتوب الحيوان عربيه خبطته وين ومقتول بقول عليه ايه كيل ده كيل ده انيمال كيل ده انيمال يعني الحيوان اللي ايه المقتول اما كيلين ده قاتل في ماء ملوث والتلوث اللي فيه عامل سميات سام يبقى اقول عليه ايه كيلينج ووتر ها كيلينج ايه ووتر ماء قاتل ها زي كلمه ايه كمان ها بليزنج بليز يعني ايه تفعيل يسعد ها ها بليزنج شيل لي نون حطها ان جي سام ها بليزنج معناها من فضلك ومعناها يسعد او يسر لما تيجي فعل يبقى معناها يسعد او يسر يبقى بليزنج معناها سار ها وي بليز معناها هي محمد بليز معناها ايه؟ مسرور بليز معناها ايه؟ مسرور فهمنا الفرق كده بين الصفتين؟ طيب ناقصنا حاجة واحدة كمان يا شيماء نركز على في عندنا حاجة تانية في الإنجليزي اسمها اسم فاعل اللي هي جاية مثلا من طايرنج بلاش طايرنج كيل لو خدتها حطيت لها ايه ار بقت ايه؟ كيلر كيلر يعني ايه؟ قاتل طب وكيلي؟ قاتل طب ايه الفرق بينهم؟ دي ادجكتيف صفة انما دي نوع اسم ماشي دي ايه؟ صفة ودي اسم نوع فدي تستخدمها غير دي في الجملة دي اقصد بقى شخص تاني اقول كيلينج ووتر ينفع اقول كيلر ووتر؟ لا لو في شخص ارتكب جريمة القتل اقول عليه كيلر قاتل وارتكب الجريمة اصبح كيلر هيعاقب بالقانون اما كيلينج لا ده انا بوصفه انه في حاجة مضرة هتقتل كل اللي هيلمسه لو ليه جملة زي ما قلنا كيلينج ووتر ماء ايه؟ ملوث هو قاتل ماشي تخيل لو جبنا مثلا كلمة ها كفر عايزين نجيب الصفة منها ها هنقول ايه؟ رايت الصفة منها هتبقى ايه؟ رايت ها ده اللي هو الفاعل طيب ومكتوب الصفة تبقى ايه؟ ريتي اللي هو التطريف الثالث ريتي طيب عايزين نقول بقى كاتب ديت رايتنج الصفة طب عايزين رايتنج الكاتب اللي هو الاسم الاسم هيبقى ايه؟ ها؟ رايتر ده كاتب ماشي ها ده ايه؟ كاتب الكلام ده بيكتب ولا ما بيكتبش؟ بيكتب اقول عليه رايتر ولا رايتنج بين؟ رايتنج بين كاتب بوصف ان هو ايه؟ بيكتب في حبر لسه شغال ها انما الكاتب المؤلف اللي بيكتب قصص اسميه ايه رايتنج ولا رايتر؟ رايتر فهمت الفرق بين الاثنين؟ يبقى دي نون انما دي ايه؟ ادجكتيف فهمنا الفرق بين الصفه اللي فيها ان جي والصفه اللي فيها اي دي؟